قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وقسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان
الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخل التي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل رب ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا
فقولي إني نذرت للرحمن صوما من وأنت سر الندى يا خير معتمد يا خير معتمد أنت نور الله فجرا تبعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في وجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض أنت هاد وشفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي كتار الدين ووا جندي نيتني تكنوكي خيخ كولا نو نو مايكي ووا بودوان يو كن يسانكو يا حبيبي يا رسول الله يا نبي يا رسول سلام عليك أولين يا حبيب صلوات الله عليك سبرا بمولا تجت اللبيب فن قرنا جندي قايسانكم صبنا له يدي سن صلي يا رب الأنامي صلي يا رب أنا صوفي رسول الله سلم قتيكو يا رسول سلام عليك وخلان يا حبيب سلام عليك السلام عليكم ورحمة الله الآن وصلنا إلى المسابقة النهائية بين فصلي الثاني الثانوي
وفصلي الثاني الإعدادي. ولكن نريد قبل أن نبدأ أن نعطي الميكروفون لكل فرقة فيعرف لنا أعضاء فرقته. كل فرقة يقول معنا يعرف نفسه، أنا اسمي كذا في فصل كذا، قبل أن نبدأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. هل هي A بلس؟ أم هي AB بلس؟ أم هي B بلس؟ أم هي O بلس؟ أي نوع من أنواع الدم يسمى فصيلة الدم الكريمة؟ يقولون كرير. اسمعوا، من انواع الدم، الدم انواع، امنا A بلس، امنا AB بلس، امنا B بلس، امنا O بلس، جروب سانجين بوب. لغي امنا شي بو خامني نا موم لا ني تودي الفصيلة الدم الكريمة موتي جن. ما هي؟ O بلس. O بلس صحيح. فصاكا O بلس نبي ولا دونا ني أو بليز. السؤال الخامس والأخير، السؤال الخامس والأخير لفصل الثاني الإعدادي، هذا يسمى لغز، تخلى تخ تخ تخغاز. نعم، ما هو الشيء الذي له أوراق وليس له جذور؟ ما هو الشيء الذي له أوراق وليس له جذور؟ قولي قلت لي فقر بدون قاعدة غرف. واو، تحبي موي؟ يعني أمنا نتوقف يوم يوم خلاص. أيوة، ما دخل سؤال بديكم، ما هو الشيء الذي له أوراق وليس له جذور؟ أنا لن موي لغا خمني دفع أم أي خبت أم الرين. Avant un feuille, mais avant rien. Avant un feuille, mais avant rien. Hein? Jumour. Madame. Superman. Superman. Hein? Donc, qu'est-ce Al-Kitab. السؤال الأخير لفصل ثالث ثانوي، ممتمن بتي شحلة، ما هو الشيء الذي يكون أمام كل إنسان ولكن لا يراه؟ ما هو الشيء الذي يكون أمام كل إنسان ولكن لا يراه؟ أنا لن أقول لك 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 أنا لن أقول الموت. الموت. لا. المستقبل. المستقبل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. المستقبل. ما شاء الله. الآن نجح الإنجليزي تاعي. ما نجح الإنجليزي تاعي. نجح الإنجليزي تاعي إن شاء الله. ألو 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 ألو. ألو.
الو 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 إذن نوح لأبني ثاني إعدادي النتيجة النهائية ثالث إعدادي ثالث إعدادي ما شاء الله ثالث ثانوي لا بدوا ثالث أي جمبار لجلو أمنا ندي بوين ما شاء الله بنيك بوي ثاني إعدادي ثاني إعدادي أمنا ندي بنسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد سعادة أعضاء إدارة معهد الإمام محمد بن سعود الإسلامي بكلبان سعادة أعضاء هيئة التدريس الأساتذة الكرام حضرات أولياء أمور التلاميذ أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لا يغرمني الغبطة والسرور أن أقف أمامكم أصالة مني ونيابة عن جميع التلاميذ لأعبر لكم عن الفرح الذي يحيط بنا من كل جانب. فبعد أشهر عديدة قضيناها في رحاب هذا المعهد الذي هي بمثابة الأم والأب في تعليمنا وتوجيهنا لنحقق الآمال المعلقة علينا. سعادة الحضور الأكارم أيها الحفل الكريم إن العلم هو ورثة الأنبياء والمرسلين الذين لم يورثوا درهما ولا دينارا وبالعلم تعز الأمم أو تهان وقيمة كل أمة بالعلم ونحن أمة اقرأ فلنجتهد على هذا الطريق الذي يوصلنا إلى الجنة قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة رواه أبو داود والترمذي ويا طالب العلم فلا تجعل عطلتك سببا في هجر العلم واغتنم أوقاتك وفراغك فيما يفيدك في الدنيا والآخرة اقرأ القرآن وراجع دروسك وحاول أن تعلم شيئا عما ستدرسه في العام القادم بإذنه فهكذا فقد تضمن النجاح وكن عاملا بما تعلمته من آداب خلال العام الدراسي في إجازتك. سعادة الضيوف أيها الحفل البهيج ختاما ففي هذا الموقف بعد شكر الله تعالى لا يسعنا إلا أن نوجه أسماء آيات الشكر والامتنان إلى الرجال الذين يسعون ليلا نهارا في سبيل تربيتنا تربية إسلامية سليمة وهم أعضاء إدارتي وكذلك نشكر أساتذنا رجالا ونساء وندعو الله تعالى أن يجزيهم خير ما أو أن يجزيهم خير ما جزاء أساتذة عن تلاميذهم كما نشكر أولياء أمورنا الآباء والأمهات الذين اختاروا لنا هذا الطريق الذي ارتضاه الله ورسوله لنا طريق العلم الشرعي أسأل الله لكم التوفيق الدائم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.